السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن رياض محرز، ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن شارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن، وترك رياض محرز أرضية الميدان في الدقيقة 32 بعد طرد زميله بالبطاقة الحمراء. ويذكر أن رياض محرز ضيع ركلة جزاء قبل خروجه بدقائق، وبعد نهاية المباراة قال بيب غوارديولا عن رياض محرز: محرز اليوم لم يكن السبب في تعادلنا، وأي لاعب في العالم قد يضيع ركلة جزاء. وأضاف غوارديولا: قمنا بإخراج محرز من أجل تعويضه بمدافع من أجل خلق التوازن في الفريق وليس بسبب تضييعه ركلة الجزاء. وختم غوارديولا بقوله أن رياض محرز قدم ما عليه في الدقائق التي شارك فيها، ومحرز سيبقى المنفذ الأول لركلات الجزاء لأنه ذو مسؤولية كبيرة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.